أهلا بكم من جديد، أنتم تشاهدون غرفة الأخبار في إطار زيارة تخشى واشنطن وحلفاؤها الغربيون من أن تعزز القوة الروسية الكورية الشمالية. تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قاذفات قنابل روسية قادرة على حمل أسلحة نووية وسفينة حربية في أسطولها بالمحيط الهادئ. ويواصل كيم جونغ أون جولته في أقصى شرق روسيا، حيث بحث مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو سبل تعزيز التعاون العسكري بين بيونغ يونغ وموسكو. فما هي نتائج هذه الزيارة على العلاقات بين البلدين، وكيف يراها الأمريكيون والغرب؟ أسئلة وأخرى أوجهها إلى ضيفي من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويت. سيد ريتشارد، أهلا بك معنا في غرفة الأخبار. بداية، إلى ما يهدف كيم جونغ أون من زيارته إلى روسيا في هذا التوقيت برأيك؟ أعتقد أن الطرفين لديهما العديد من الأهداف، فكيم يريد أن يظهر لشعبه وأيضا للأجانب وخاصة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بأنه ليس معزولا ولديه أصدقاء وأشخاص أقوياء يقفون معه. إذا إنها دعاية بالنسبة إليه، كما أنه يريد طبعا أشكالا مختلفة من الدعم من روسيا، مثلا فيما يخص مساعدة روسيا له في مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن، والتي يمكن أن تساعد كوريا الشمالية مثلا في قطاع الطاقة وغيرها من الأمور. وما نراه الآن طبعا في شاشتكم، فهو يريد تكنولوجيا دفاعية روسية أيضا. نعم، هذا عن الجانب الكوري الشمالي وما تريده أو ما يريده الرئيس أو الزعيم كيم جونغ أون من روسيا. لكن في المقابل روسيا أيضا لديها جانب يمكن أن تستفيد منه من كوريا الشمالية ومن زيارة كيم جونغ أون، أليس كذلك؟ نعم، بكل تأكيد. فالآن التركيز كان كثيرا على أن كوريا الشمالية يمكن ربما سريعا أن تساعد روسيا في أوكرانيا وفي أقرب فرصة، وذلك مثلا بتقديم ذخائر مدفعية وأيضا ذخائر أخرى التي طبعا هي مشابهة لما يستعمله الروس في أوكرانيا، فهي مبنية على أسلحة سوفيتية ويمكن استعمالها بسهولة. ولكن في المدى الطويل فربما التأثير الأكبر سيكون بالنسبة لروسيا ذلك بتحقيق أهدافها في آسيا، وبالضغط أيضا على كوريا الجنوبية واليابان حتى لا تقدم الكثير من الدعم لأوكرانيا، والضغط أيضا على الولايات المتحدة بتذكير واشنطن بأن روسيا إذا أرادت أن مثلا تساعد كوريا الشمالية في تطوير صواريخ باليستية وغيرها، فطبعا واشنطن تحتاج موسكو لوقف هذا الأمر. وحتى مع التركيز كثيرا على أوكرانيا، فأعتقد أن التداعيات ستكون في آسيا بكل تأكيد. طيب سيد ويتس، إلى أي حد، ولكن رغم كل هذا، إلى أي حد إحياء هذه الصداقة ما بين روسيا وكوريا الشمالية، إلى أي حد يثير مخاوف أمريكا رغم ذلك وأيضا كوريا الجنوبية؟ نعم، بكل تأكيد. طبعا هذا ليس جديدا، فلقد رأينا روسيا تقترب من كوريا الشمالية خلال العقد الماضي، طبعا بعد أن بدأ الغرب يفرض عقوبات كثيرة على روسيا بعد ضم القرم في 2014. ولكن طبعا هذا قد زاد بطريقة أو بشكل كبير وبعد استئناف الحرب في أوكرانيا. وخشية واشنطن الكبرى هي بأن روسيا ستساعد كوريا الشمالية في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وربما العديد من الرؤوس النووية،
ومن كوريا الشمالية لتصل إلى أمريكا الشمالية. طبعا الكوريون قد جربوا هذه الأنظمة وهي أنظمة بسيطة، ولكن بمساعدة روسيا يمكن أن تكون فعالة أكثر، ويمكن أيضا أن تتجنب الدفاعات الأمريكية. وموسكو يمكن أن تساعد أيضا بيونغ يانغ مثلا في وضع مثلا الأقمار الصناعية التجسسية. هناك العديد من الأمور التي طبعا يمكن أن تضر كثيرا واشنطن. أظن أن هذا هو ما تخشاه واشنطن أكثر. وبالنسبة مثلا للصين وروسيا، ربما يريدان أن يوحد كوريا في نهاية المطاف، أقصد الكوريتين. نعم، ذكرت في معرض حديثي قبل قليل سيد ريتشارد أن التداعيات، تداعيات هذا التقارب الكوري الشمالي مع روسيا ستكون تداعياته في آسيا بكل تأكيد. ما الذي تعنيه بذلك؟ ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله مثلا كوريا الشمالية لمساعدة روسيا في أوكرانيا. يمكن أن يعطوهم بعض الأسلحة أو الذخائر وربما بعض الموظفين لتقديم الخدمات أو لبناء المنشآت وغيرها كما يفعلون في أجزاء من روسيا، ولكن أظن بأن الأمر يتعلق أكثر بمساعدة روسيا في مساعدة كوريا الشمالية لتكون تهديدا في المنطقة في آسيا. وحتى مؤخرا فالمنطقة الوحيدة التي كانت فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا تتعاون فيها كان في قضية إيران وقضية كوريا الشمالية لإبعاد هاتين الدولتين عن الأسلحة النووية. ولكننا الآن بدأنا هذه العمليات تتزايد، وهناك خشية كبيرة في واشنطن بأنه في كلتا الحالتين ربما روسيا ستساعد الدولتين يزيد التهديد من إيران وكوريا الشمالية، وهذا يعني أن كوريا الشمالية يمكن أن توجه أسلحة نووية نحو الولايات المتحدة. وهذا سيتطلب وقتا أكثر من استغراق البنتاغون على كوريا الشمالية بدلا من التركيز على روسيا في أوكرانيا. نعم، ولكن هذا التقارب بين هذه الدول التي عددتها سيد ريتشارد، هناك ربما من يجعله يتخيل أننا أمام تكون يعني تحالف آخر. نتحدث الآن عن كوريا الشمالية مع روسيا، إيران، الصين، في مقابل الحلف الأطلسي كذلك إلى جانب أوكرانيا. فهل نحن مقبلون على حرب عالمية أم هذه مبالغة؟ أعتقد بأن هذه خشية مشروعة، فلحد الساعة هناك فارق. فالولايات المتحدة طبعا لديها حلف دفاعي مع أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي تتحدث أيضا عن إعطاء أيضا نفس الوضع لإسرائيل والمملكة العربية والسعودية مثلا. ولكن إيران وكوريا الشمالية وروسيا ليس لديهم ذلك الحلف الرسمي. مثلا إذا هاجمت دولة أو دولة ما منها فستدافع عن بعضها البعض، ولكنها تقود تدريبات مشتركة، وهذا حدث مثلا مع إيران. وإذا رأينا روسيا والصين مثلا تمنعان فرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وتوقع استئناف أيضا الدعم، تقديم الدعم العسكري ربما وحتى الطائرات، فهذا كله قد يشكل تهديدا أكبر للغرب. لذلك فحاليا طبعا هذا لا يحدث، ولكن يمكن أن يحدث في الأعوام القليلة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا سيد ريتشارد ويتس، أنت مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون. شكرا لك على انضمامك إلينا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية.